السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم رح نكون ويا المحاضرة الثالثة اللي هي عنوانها رح يكون Ionic Equilibria اللي هو التوازن الأيوني اللي هو خاص بجزيئة الماء، ونشوف شلون جزيئة الماء أثناء التوازن الأيوني شلون رح تحرر البروتونات أو تكتسب بروتونات أثناء هذا التوازن. أنا بنفهم التوازن الأيوني لو نتخيل إنه أنا عندي قدح أو بيكر وهذا يحتوي فقط جزيئات الماء. لو افترضنا إنه جزيئات الماء في هذا القدح أو البيكر راح تتفاعل فيما بينهن، فناتج التفاعل راح يعطينا بروتون اللي هو H3O بلس، هو نفس الـ H بلس بس إحنا نكتبه بصيغته يعني نسميها متذاوبة، فنقول H3O بلس زائد OH ماينس. ال H3O بلس هي تمثل مقدار التوتال هيدروجين ايون، وال OH ماينس تمثل التوتال هيدروكسيد. لو سوينا معادلة التوازن الايوني اللي هي قيمتها K كونستانت يساوي H3O بلس في OH ماينس على H2O تربيع، لما يكون المحلول مخفف فانه قيمة هذه ال H2O الماء هيكون تركيزها جدا جدا عالي، يعني شافوا انه في الظروف القياسية يكون تركيزها تقريبا 55.5 مول على اللتر. فهذا التركيز العالي المقدار التغير القليل اللي يصير بتركيز البروتونات او بالـ OH- راح يكون تأثيره على هذه قيمة الـ H2O جدا قليل، لان H3O بلس حتكون 10^7 مقارنة بالـ 55 مول على اللتر، تكون فرق كلش كلش كبير بيناتهم. واساسا هاي الـ 55.5 هي اصلا تربيع، يعني 55.5 في 55.5 فذاك يكون يعني القيمة كلش عالية توصل تقريبا لل 25,000 تقريبا او 550,000، فلذلك نقدر نعتبرها ثابتة. فذا قلنا انه H3O بلس في OH ماينس يساوي K في H2O تربيع، نقدر ال H2O تربيع في K نسميها نعطيها قيمة نسميها قيمة KW، وبالتالي حصل عندنا معادلة نهائية نسميها KW يساوي H3O بلس في OH ماينس. هذه قيمة الـ KW نسميها الـ Ion Product Constant، يعني ثابت أو الحاصل الثابت الحاصل الأيوني أو الناتج الأيوني. عند درجة حرارة 25 مئوي تكون قيمته تقريبا 1/10^14. لما يكون عندنا الماء نقي وإحنا متوقعين أنه هو يعطينا H plus OH minus، راح يكون تركيز الـ H plus والـ OH minus يكون نسميه Identical يعني متشابه. لذلك هذا يكون مساوي لمن الجذر التربيعي للايون برودكت كونستانت، يعني ثابت حاصل الايوني، ويكون تالي يكون واحد قيمته 1/10^7. فاحنا عندنا اذا كان المحلول يحتوي H3O بلس و OH ماينس تكون متساوية القيم نسمي هذا المحلول متعادل، واذا كانت قيم ال H3O بلس و OH ماينس ممكن انه تتغير مع تغييرات مثل درجة الحرارة، نقول انه هذا المحلول يسمى حامضي لما تركيز الهيدرونيوم او الـ H3O بلس يكون اعلى من OH ماينس، ويكون بيسك يعني قاعدي اذا كانت OH ماينس هو الاعلى. رح نحكي عن مصطلح مهم بالكيمياء التحليلية اللي هو ما نسميه مصطلح الـ pH. كلمة pH من جتي من ال H هي تمثل تركيز ال H3O بلس أو تركيز البروتون، لكن قيمة ال P أو هذا ال P ايش تعني ال P؟ ال P تعني ناقص log. ليش استخدمنا هذا ال P أو الناقص log؟ عندنا فد مصطلح لغوي هو ليس علمي نسميه ال cumbersome أو ما نسمى بالتثاقل. التثاقل شنو؟ يعني انه احنا اثناء الكلام نتثاقل بين انه كل شوية نقول انه تركيز الهيدروجين 10^7 او 0.0001، وهذا 0.001 زاد صار 0.002 نقص صار 0.0005 مثلا. فافضل ما هذا على مدى صار نتثاقل بالكلام استخدمنا فد مصطلح، هذا المصطلح يعبر عن هذه القيم اللي تكون واطئة جدا او العالية جدا. فاستخدمنا هذا المصطلح اللي هو قيمة ما نسميه بالبي اللي هو ناقص لوج، فهذا يمثل قيمة فإذا احنا ناقص لوج الـ H بلس راح يساوي قيمة الـ pH. وإذا هي الـ pH شنو هي؟
مثل ما قلنا هو لوغاريتم تركيز الهيدروجين مع قيمة السالب قبله. فهنا بصورة عامة التعبير عن هذه الـ pH هو يمثل تعبير عن الحامضية والقاعدية. وهنا إذا الحامضية والقاعدية راح تكون مقياس عن طريق الـ pH بزيادة، يعني حيكون بزيادة متسلسلة. قيمة الـ pH هنا في أغلب الحالات هي تكون قيمة موجبة من 1 إلى 14، ويكون الشكل المتعادل إليه لما يكون قيمة الـ H بلس يساوي 10 ناقص 7، وبالتالي الـ pH يساوي 7. قيمة KW مثل ما قلنا يساوي قيمة H3O بلس في OH ماينس. فإذا نقدر ناخذ قيم ناقص لوغ لهذه المعادلة، راح يكون عندنا ناقص لوغ KW يساوي ناقص لوغ الـ H3O بلس. ولما تدخل اللوغ من صار قيمته مضروبة تدخل عليها اللوغ راح يصير جمع، فصار ناقص لوغ H3O بلس زائد ناقص لوغ OH ماينس. وبالتالي نحن نقدر نشتق معادلة جديدة نقول انه الـ PKW يساوي PH زائد POH يساوي 14. لو افترضنا انه السبعة هي تكون بالوسط هي الجزء المتعادل، اذا قيمة الاكثر من سبعة هي قيمة الالكالين اللي هي قاعدي اللي تكون من 7 إلى 14، ومن 1 إلى 7 هي القيمة الحامضية. نحن نأخذ هذا المثال calculate the pH and POH of solution in which the H3O plus is 2 × 10⁻³ مولر. عند قيمة H3O plus 2 × 10⁻³ مولر راح تأخذ قيمة الـ pH اللي هي ناقص لوغاريتم H3O plus، وبالتالي ناقص لوغاريتم 2 × 10⁻³ ويساوي 2.7. قيمة الـ POH في حالة هي ما نطرح قيمة 14 من قيمة الـ pH راح يطلع لنا قيمة الـ pOH. نحن ناخذ مثال آخر اللي هو يقول calculate the pH of 0.01 molar solution of acetic acid. The degree of dissociation درجة التفكك هي 12.5%. هنا شنو راح يعني خلينا نقول السؤال نوعا ما بنوع من الاستنتاج، انه انا عندي التفكك، قانون التفكك dissociation هي مقدار المتفكك على المقدار الأصلي. احنا هنا الحامض من يتفكك يعطينا بروتونات، فاذا مقدار المتفكك هو قيمة البروتونات. اذا حسبنا مقدار المتفكك واخذنا قيمة الناقص لوغاريتم راح نقدر نحسب الـ pH. فاول شيء شو نسوي؟ راح نسوي طرفين ووسطين، فنقول H3O بلس اللي هو نفس الاماونت اسوشيتد يعني جزء المتفكك راح يساوي 12.5 على 100 في 0.01 يساوي 1.25 × 10⁻³. طبعا هو هذا الوحدة مادة بالمولاري بالمولاريتي. نحن ناخذ هنا راح نحسب قيمة الـ pH اللي هي ناقص لوغاريتم تركيز الـ H3O بلس، فنقول ناقص لوغاريتم 1.25 × 10⁻³ راح يساوي 2.93، وقيمة الـ pH ما بها وحدات، قيمة الـ pH ما بها وحدات، بس الـ H3O بلس هذه حاولوا يصححوها انه هي لها وحدات، لا الـ H3O بلس وحداتها بالمولاري. راح نناقش الآن راح اشرح لكم في المسألة اللي هي شلون انه عندنا مصطلح نسميه الكونجكيت أسيد والكونجكيت بيس. شنو الكونجكيت أسيد والكونجكيت بيس؟ لو نفترض انه عندنا حالتين، الحالة الأولى اللي هي حالة أي، لما يكون عندنا مثلا محلول حامضي أو محلول مائي من الحامض الهيدروكلوريك اللي هو يعمل كحامض، فهنا الـ HCl أو هو الحامض ممكن يتفاعل مع الماء، فإذا تفاعل ويا الماء راح يعطينا H3O بلس زائد Cl ماينس. فهنا إذا اعتبرنا إنه الأسيد اللي هو الـ HCl، هنا الـ H2O، هو الفكرة هنا بالـ H2O، الـ H2O ممكن إنه يعمل كبيس، وهذا الـ H2O اللي هو يعمل كبيس، إذا تفاعل ويا الـ HCl اللي هو حامض، راح يعطينا الـ H3O بلس زائد Cl ماينس. فالحامض لما يتفاعل ويا القاعدة راح يكون الناتج اللي هو إضافة البروتون للحامض راح نسميه احنا ب او إضافة او 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 ما او 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 صيغة او صيغة الحامض بعد فقدان البروتون نسميها conjugate base، صيغة القاعدة بعد اكتساب البروتون نسميها conjugate acid. فإذا هنا عندنا الـ HCl والـ Cl- نسميهم conjugate acid base pair، والـ H3O plus H2O conjugate هم acid base pair. رح ناخذ الحالة الثانية لما يكون عندنا تحلل مائي للقاعدة، لما القاعدة تتفاعل ويا الماء
نانا الماء بسبب انه الماء له صفة انفوتيرية ممكن انه يتفاعل ويا القاعدة ويعطيني كونجوكيت اسيد اللي هو هنا NH4 بلس وكونجوكيت بيس اللي هو OH ماينس. اذا الكونجوكيت اسيد هو شنو؟ هو البيس بعد اكتساب البروتون والكونجوكيت بيس هو الحامض بعد فقدان البروتون. اذا هنا الكونجوكيت اسيد بيس بيرز ار NH4 بلس على NH3 والH2O على OH ماينس. إذن هذا مقدار هذا الفورم رياكشنز هذا التعبير عن هذا التفاعل نقدر نقول أسيد زائد بيس يساوي كونجوكيت أس أسيد زائد كونجوكيت بيس. قوة الأحماض والقواعد. قوة الأحماض والقواعد هي تجي من يعني تجي من خلال مقدار ما يتحلل من هذا الحامض والقواعد. كل ما الحوامض أو القواعد تتحلل وتعطي مكوناتها اللي هي البروتونات أو الهيدروكسيل كل ما يكون عملية سرعة تحللها أعلى كل ما يكون حامض هذا أقوى. نحن نأخذ أمثلة اللي هي HCl, HClO4, H2SO4, HNO3 اللي هي الحامض الهيدروكلوريك, حامض الهيدروبيروكلوريك, حامض السلفوريك أسيد, حامض النيتريك أسيد هي greater acids يعني are stronger acids يعني حامض قوية. عندنا HCN, CH3, C double bond OH والH2PO4 هي عبارة عن حوامض ضعيفة. فعندنا الـ NaOH وKOH هي تعتبر قواعد قوية والـ NH3 والـ CN تعتبر قواعد ضعيفة. قوة الحوامض والقواعد ممكن نعبر عنها باستخدام الثابت الـ acidity constant اللي هو ثابت الحامضية. فممكن انه نستخدم هذا المقياس. مثلا اذا قلنا CH3 C double bond OH اللي هو حامض الخليك اعتبره حامض ضعيف قيمة الـ Ka مالته 10 أس ناقص 5 بينما الـ HCl 10 أس 7. احنا لو نفترض فرضية انه نعتبر انه حد الصفر هو حد وسطي اذا كان اعلى من الصفر يعني 10 أس 1 10 أس 2 وهكذا نعتبره قوي اذا كان اقل من الصفر نعتبره ضعيف. طبعا هنا طبعا اذا اريد نحسب الـ pH والـ pOH لهذه الحوامض المحلول المائي الحوامض القوية القواعد الضعيفة بما انه الـ H3O بلس والـ OH ماينس تركيز الـ H3O بلس والـ OH ماينس ممكن بصورة عامة نقدر يعني نحسبه من التركيز الفورمال يسموه للشكل الذائب إليه. فهذه الأجزاء اللي هي الـ H3O بلس والـ OH ماينس الناتجة من التفكك هي بصورة عامة ممكن تكون صغيرة فممكن حتى لو كان صغيرة نقدر ناخذها بالاعتبار. نحن ناخذ هاي المثالين عن حساب الـ pH والـ pOH. المثال الأول يقول calculate pH and pOH of 0.05 molar solution of HCl. عندنا حامض اللي هو HCl. هنا طبعا هذا HCl هو حامض قوي. طالما هو حامض قوي إذن هو completely dissociated يعني تفكك بشكل تام. لذلك لما يكون عندنا تفكك بشكل تام نقدر مباشرة نعتبر أنه تركيز H3O plus يساوي تركيز الحامض. راح نحسب الـ pH يساوي ناقص لوغارتم تركيز الـ H3O plus فناقص لوغارتم 0.05 راح يطلع 1.3 بعدين نقول pOH يساوي 14 ناقص 1.3 يساوي 12.7. راح ناخذ المثال الثاني اللي هو نحسب الـ pH و pOH إلى قاعدة مثل BaOH by 2 تركيزها 3.2 في 10 أس ناقص 4. هنا الـ BOH الـ BAOH by 2 هو يعتبر قاعدة قوية لكن هي تحتوي على مولين من الـ OH minus. لذلك هنا إيش نسوي؟ نكتب معادلة التفكك اللي هي BAOH by 2 يساوي BA2 plus 2 OH minus. فالـ OH minus هنا نضربه في 2 نقول 2 في 3.2 في 10 أس ناقص 4 يساوي 6.4 في 10 أس ناقص 4 فقيمة الـ pOH يساوي ناقص لوغاريتم الـ OH وهنا ناقص لوغاريتم 6.4 في 10 ناقص 4 يطلع 3.19. نحسب الـ pH نطرح 14 من 3.19 يساوي 10.87. في حسابات الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة شلون نقدر نحسب الـ pH الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة؟ أهم ما يميز الحامض الضعيف هو أنه تفاعله مع المذيب. مثلا هنا المذيب المثال اللي عندنا هو الماء. هنا الحامض الضعيف أو القاعدة الضعيفة يتفاعل ويا جزيئة الماء وينتج الأيونات اللي هي أيونات تفكك اللي هي H3O plus أو H minus. بصورة عامة حسابات الـ pH والـ pOH
يعني كذلك تعتمد على حسابات الإكوليبريم كونستانت، ثابت التوازن للتفاعل. فالحامض الضعيف لما يتفكك بالماء مثل ما قلنا هنا الـ HA زائد الـ H2O راح يتفاعل الـ HA ويا الـ H2O، راح ياخذ بروتون من الـ H2O يتحول الى H3O بلس زائد O ماينس، او الـ HA يتحول الى HA زائد O A ماينس. التفاعل هو قلنا غير متكامل، incomplete، يعني انه ما يكون تفكك تام. نقدر نفس الوقت هم نستعمل معادلة الاتزان اللي هي Ka يساوي H بلس بA ماينس على HA. فلح نشوف شو هنسوي الحسابات مالتها. نفس الشيء مثل ما قلنا راح نستخدم قيمة Ka اللي هي Ionization Constant أو Dissociation Constant في الحساب. إذا افترضنا إنه H بلس يساوي A ماينس، يعني H بلس يساوي A ماينس، فإن قيمة Ka يساوي H بلس تربيع على HA. رح نسوي طرفين البسطين H بلس تربيع يساوي Ka في HA، ال H بلس يساوي تحت الجذر Ka في HA. إذا أريد نحول هذه إلى معادلة يعني خلينا نقول نموذجية لحساب قيمة ال H بلس في حالة الحامض الضعيف، نقول H بلس تحت الجذر يساوي Ka في Ca. Ca هي تركيز الحامض، وال pH نفس الصيغة نقدر نحسبها من ناقص لوغاريتم ال H بلس. بالنسبة للقواعد، إذا نفترض إنه بي يتفاعل ويا H2O يعطينا BaH بلس، BH بلس العفو زائد OH ماينس، فإن قيمة KB يساوي BH في OH ماينس على B، وعندنا ال BH بلس يساوي OH ماينس، عندنا قيمة KB تساوي OH ماينس تربيع على B، وطرفين وسطين OH ماينس تربيع يساوي KB في B. فالـ OH يساوي تحت الجذر KB في B، أو الـ OH- يساوي تحت الجذر KB في CB، إذ أنه CB هي تركيز القاعدة، ونقدر نقول BOH يساوي ناقص لوغاريتم الـ OH. رح ناخذ هذا المثالين، هذا المثال عندنا المثالين واضحة. الأول مثال Calculate the hydronium concentration and pOH of 4×10^-2 molar solution of formic acid. الـ Ka مادته 1.74. هنا طبعا اول شيء هنباوع الفورميك اسيد، احنا لازم يكون عندنا معلومات، عندنا جداول رح ناخذها شلون انه نعرف الفورميك اسيد هو يعتبر حامض ضعيف. طالما عندنا حامض ضعيف يعني لازم يعطينا بالسؤال قيمه كي اي، لازم ضروري اجباري. اذا ما يعطينا كي اي وهو حامض قوي ما عندنا مشكله، بس لما يكون عندنا حامض ضعيف لازم قيمه كي اي. يعني نستخدم القانون الاعتيادي يقول اتش بلس يساوي تحت الجذر كي اي في سي اي، رح نضرب الكي اي اللي هي 1.74 × 10^-4 في 4×10^-2 اللي هي قيمة الهيدرونيوم ايون، راح نطلع قيمة ال H بلس، راح ناخذ ناقص لوغاريتم مالته حيطلع عندنا ال pH. المثال اللي بعده هو calculate the pH of 0.075 molar solution of NH3 KB يساوي 1.86×10^5. هنا همين من المعلومات من الاولويات اللي عندنا، اوليات اللي عندنا انه NH3 هو قاعدة ضعيفة، طالما عندنا قاعدة ضعيفة لازم عندنا قيمة KB. فشو نقول هنا أنا OH ماينص يساوي تحت الجذر KB في CB، فتحت الجذر راح نضرب 1.86×10^5 في 0.075، وراح نطلع قيمة ال OH، وبعدين من عندنا نطلع ال pOH واللي هي ناقص لوغاريتم ال OH، ونقدر نطلع ال pH اللي هو 14 ناقص ال pOH ويطلع. هنا لازم نحكي عن العلاقة، شلون نقدر إذا عندنا KA من عندنا نطلع KB، وإذا عندنا KB نطلع KA. الرابط ما بين KA وال KB راح نشوفه هنا. لما يكون عندنا تفاعل اللي هو ال HA زائد H2O يعطينا H3O بلس زائد A ماينس، هذا اكو سهم صاير المفروض يصير بالوسط، او عندنا A ماينس يساوي H2O A ماينس زائد H2O يعطينا HA زائد OH ماينس. الحالة الأولى نقدر نعبر عنها بقيمة KA، والحالة الثانية نعبر عنها بقيمة KB. بالنسبة للأسيديتي أو البيسيتي كونستانت، ال KA هو H3O بلس في A ماينس على HA، ال KB هو HA في OH ماينس على A ماينس. هنا اذا ناخذ نضرب Ka في KB، Ka زائد KB او في KB، راح نقول H3O بلس في A ماينس على HA، في HA في OH ماينس على A ماينس. هنا عندنا ال HA هو عامل مشترك نقدر نختصره، راح نقول Ka في KB يساوي H3O بلس في OH ماينس. احنا اساسا اخذنا انه ال H3O بلس في OH ماينس يساوي KW، اذا Ka في KB يساوي KW. عندنا هذا المثالين find the KB
للNH3 add 25 مية given Ka للNH4 plus. احنا الNH4 plus هو نسميه الحامض القرين للNH3، فعندنا قيمة Ka له. شلون نحسب له قيمة Kb؟ قلنا عندنا قانون اللي هو يقول Kb يساوي Kw على Ka، لان احنا اساسا قلنا Ka في Kb يساوي Kw، فKb راح نقسم 10 اس ناقص 14 على 6.3 في 10 اس ناقص 10، راح يطلع عندنا قيمة Kb اللي هي 1.6 في 10 اس ناقص 5. المثال اللي بعده example find BKb للNS عاد 25 given BKa للH2S يساوي 7.2. الموضوع بسيط جدا، احنا عندنا الH2S هو الحامض، القاعدة القرينة مالته هو الNS، فاحنا نريد نطلع قيمة BKb، فلازم دائما نطلع قيمة Kb بعدين نطلع قيمة ال هذه، او لا او احنا مباشرة نقدر نقول اذا طالما هو كي اي في كي بي يساوي كي دبليو، ناخذ ناقص لوج الطرفين راح يصير عندنا ناقص لوج كي اي في ناقص لوج كي بي في يساوي ناقص لوج كي دبليو. نقدر ممكن هاي نقول بي كي اي زائد بي كي دبليو يساوي بي كي اي زائد بي كي بي يساوي بي كي دبليو يساوي 14، فالبي كي بي هنا يساوي 14 ناقصا البي كي بي اللي هو 7.8 يطلع عندنا 6.8. يعني راح ناخذ الجزء اللي يخص الاملاح اللي هو احنا سميناه هيدروليسيس. سبب تسمية الهيدروليسيس لأنه يجي من الانتراكشن، هو التداخل ما بين أيونات الأملاح مع أيونات الماء على مود تكون أما حامض ضعيف أو قاعدة ضعيفة أو كل الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة. حسابات البي اتش للمحاليل الأملاح، الأملاح ممكن على مود نقدر نسوي الحسابات لازم نقسمها لأربع أقسام أو أربع مجاميع رئيسية. المجموعة الأولى هي المشتقة من حامض قوي وقاعدة قوية، المجموعة الثانية مشتقة من حامض ضعيف وقاعدة قوية، المجموعة الثالثة متكونة من حامض قوي وقاعدة ضعيفة، والمجموعة الرابعة اللي متكونة من حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة. هذه الأيونات كلها إذا ذابت بالماء ممكن أن تنتج لنا أما محلول متعادل أو حامض ضعيف أو محلول حامضي أو قاعدي حسب طبيعة الملح. راح نبدأ هسه ناخذ الحالات اللي هي لها علاقة مباشرة بالأملاح. راح ناخذ الحالة الأولى لما يكون الملح متكون من حامض قوي وقاعدة قوية. هذه الأملاح تكون بشكل تام، هي تفككها تام عندما تكون في وسط مائي، لذلك هي ما عندها قابلية أو ما عندها قدرة، هي يعني ما تتفاعل ويا الماء، لذلك هي ما عندها قدرة على أنه تغير أي يعني ما يكون لها علاقة أساسا بالحسابات البي اتش، وبالتالي راح تكون قيمة البي اتش فقط هي للماء، لذلك هذا الماء يعني هنا البي اتش مال الماء اللي هي بي اتش 7 حتكون هي نفسها هي بي اتش 7 نفسها بي اتش 7. الأملاح اللي متكونة من حامض ضعيف، الأملاح اللي تكونة من حامض ضعيف وقاعدة قوية، الجزء الضعيف من الملح هو اللي يتفاعل ويا الماء، يعني هنا لما يكون عندنا CH3C double bond ONA هذا من يتفكك إلى CH3C double bond O minus NA زاد NA plus، NA plus ما يتفاعل ويا الماء، لكن CH3C double bond O minus تتفاعل ويا الماء وكأنه قاعدة ضعيفة، تتفاعل بقاعدة ضعيفة. فذلك نقدر نطبق عليه قانون قاعدة ضعيفة اللي هو Kb ويساوي OH- في CH3C double bond OH على CH3C double bond O-. نقدر نضرب قيمة Kb في Ka يساوي Kw. احنا اساسا KH هي ثاني في حالة نفس السبب قيمة Kb لان هي قاعدة ثابت تحلل مائي، فاذا نقدر نقول KH في Ka يساوي Kw، ومن عندها نسوي طرفين وسطين باشتقاق نقدر نطلع H plus تحت الجذر Kw في Ka على salt. بعدين راح ناخذ القانون النهائي اللي هو اكثر شيء نستخدمه اللي هو حاطين هنا مربع احمر اللي هو يقول pH يساوي نصف BKW زائد BKa زائد log C. دائما الطلاب نقول لهم على ما تحفظوه هو بالحامض الضعيف تكون نستعمل BKa لان احنا حامض ضعيف نستعمل BKa وتكون الاشارات كلها بالموجب، ناسي تمثل تركيز الملح. راح ناخذ الحالات اللي بعدها اللي هي الملح متكون من قاعده ضعيفه وحامض قوي. نفس الفكرة انه لو اخذنا مثال الـ NH4Cl راح يتفكك الـ NH4 زائد Cl-. الجزء اللي جاي من القاعدة هنا هو الـ NH4+ يتفاعل ويا الماء وينتج H3O+، وبالتالي ممكن انه نطبق عليه قانون تحلل مائي اللي هو KH يساوي NH3 في H+ على NH4+، وهذا الـ KH هو نفسه KB، فنقدر نسوي نعدل الاشتقاق مالتنا ونقدر نوصل نقول انه الH بلس يساوي تحت جذر KW في صوت على الKB. ناخذ ناقص لوغاريتم كل الاطراف راح يصير عندنا pH يساوي نصف BKW ناقصا BKB ناقصا لوغاريتم الملح.
دائما طلابكم اذا تريدون تحفظون القانون هذا، هو طالما ملح ملح جاي من قاعده ضعيفه، مرات نقول القاعده هي الضعيف، قصدي يعني هنا ناخذ مثلا من الضعيف، ضعيف هو القاعده ضعيفه، فاكو كي بي بالسيستم بالقانون. فهنا شنو اكو اشارتين صار بالوسط، بينما القانون قبل كان اكو اشارتين موجود. ناخذ الحاله اللي بعدها اللي هي الملح المتكون من حامض ضعيف وقاعده ضعيفه. فلما يكون عندنا ملح متكون من قاعده ضعيفه وحامض ضعيف، هنا الطرفين هن القاعده والحامض اثنيناتهم اثناء التفكك ممكن يتفاعلن ويا المي. الناتج هنا بصوره عامه لا يعطي، ما نقدر نقول انه يعطي صفحه قاعديه ولا صفحه حامضيه. فهنا شو نقول؟ نقول اذا كان قيمة KA هي أكبر من KB إذا هو حامضي، وإذا كان KB أكبر من KA إذا هو قاعدي. القانون هنا أنا واضح أن pH يساوي نصف BKW زائد BKA ناقص BKB. أنا بنقدر نحفظ القانون بسهولة، الـ BKA بالقانون الأول هو كان هم موجب والـ KB هو سالب، فبقى الـ KA بالموجب والـ BKA بالموجب والـ BKB بالسالب. راح ناخذ مثال هنا أنا أحسب. رح ناخذ ثلاث أمثلة اللي هي ثلاث حالات. الحالة الأولى pH of 0.01 molar solution of sodium acetate، ال Ka 1.82 في 10 ناقص 5. الحالة الثانية pH of 0.02 molar solution of NH4Cl، Kb يساوي 1.85 في 10 ناقص 5. الحالة الثالثة pH of solution of ammonium formate، ال Kb مالت ال NH3 1.8 في 10 ناقص 5. وعندنا قيمة Ka لحامض الفورميك هي 1.77 في 10 ناقص 4. نحن نجي على حالة. الحالة الأولى لما يكون عندنا صوديوم أسيتيت، يكون عندنا خلاط الصوديوم هو الصوديوم أسيتيت، رح نقول الـ pH تساوي، يعني هستخدم القانون هنا اللي هو جاي القانون الحامض الضعيف. فرح ناخذ القانون بشكل بهالشكل، pH يساوي نصف في BKW زائد BKA زائد لوغاريتم الملح. ال BKA يساوي هنا ناقص لوغاريتم ال KA، وبالتالي هنا شو نقول؟ نقول نصف في هنا طبعا بس 14، هذا عندنا خطأ مطبعي، هاي 14 زائد ناقص لوغاريتم ال KA، بالتالي هي BKA زائد لوغاريتم ال 0.01 ويساوي 8.37. هنا شنو نشوف احنا لما نقول عندنا 8.37، يعني هنا طالما هو اكثر من 7 اذا صفة المحلول هي صفة قاعدية. فهنا الصفة اما تكون للقوي والقانون على الضعيف، فالصفة للقوي هنا طالما هو جاي من صوديوم اسيتيت يعني هيدروكسيد صوديوم، اذا هو تكون pH مالته اكثر من 7 وصفة قاعدية. نجي على ثانيا الـ pH يساوي نصف BKW ناقصا BKB ناقصا لوغاريتم تركيز الملح. هنا الـ BKB يساوي ناقص لوغاريتم الـ KB ويساوي 1.8 في 10 ناقص 5. الـ pH هنا يساوي نصف في 14 ناقص 4.74، هي شنو 4.74؟ هي قيمة BKB ناقص لوغاريتم تركيز 0.02 اللي هي تركيز الملح تركيز الـ NH4Cl. المهم الناتج يطلع 4.998. هنا الرقم منطقي لان هو pH اقل من 7، لان هي الصفة الما للقوي، القوي منه هنا الحامض اللي هو حامض ال HCl، لان هو NH4Cl جاي من NH4OH و HCl. ناخذ الحالة لما ال pH، الحالة الثالثة اللي هي عندنا امونيوم فورميت، الامونيوم فورميت هذا جاي من قاعدة ضعيفة وحامض ضعيف، فنطبق القانون اللي هو يقول pH يساوي نصف BKW ناقصا BKB ناقصا شوي هنا هذا القانون بخطأ، هي زائد BKA ناقصا BKB، فبالتالي يكون نصف في 14 زائد 3.74 ناقصا 4.74 يساوي 6.5. طالما هو هنا 6.5 اذا هو حامضي. وليش هنا أنا حامضي؟ لان قيمة BKA اعلى من قيمة KB، او على قيمة KA اعلى من قيمة الكي بي. هنا عندنا ملاحظة مهمة، يعني ملاحظة مهمة. هاي الملاحظة خلينا نقول هي ملاحظة
تستخدم في بعض الأحيان لما نقول إن يكون عندنا هنا مثلا تركيز بوحدات غرام على اللتر. في بعض الأحيان مثلا أما نعطيك التركيز بوحدات غرام على اللتر، طبعا بالقانون لازم يكون كله بالمول على اللتر، أو نعطيك إياه بالمول على اللتر ولا ما تخلص الحل مال المسألة، نطالبك بأن يكون غرام على اللتر. فإذا كان هو بغرام على اللتر نريد نحوله إلى مول على اللتر نقسمه على الوزن الجزيئي، وبالعكس إذا كان هو بالمول على اللتر نريد نحوله غرام على اللتر فنضرب بالوزن الجزيئي. فإذا كان هناك مثال عندنا 0.6 جرام على اللتر نقسمه على الوزن الجزيئي راح يطلع عندنا بالمول على اللتر. نحن نحكي بهذا السلايد عن ما نسميه بالمحلول الدارئ أو محلول البفر. أول شيء لازم نفهم أنه تعريف المحلول البفر شنو تعريفه. يقول هو عبارة عن مزيج من حامض ضعيف وملح أو قاعدة ضعيفة وملح. شنو أهمية أو فائدة البفر؟ هي resistance change، يعني مقاومة تغير بالبي اتش خلال مهاجمين اثنين، هجومين اثنين خارجيين، اللي هو أما الديليوشن التخفيف أو إضافة حامض قوي أو قاعدة قوية. لغرض فهم تفاعلات البفر لازم تفهم أنه أكو حالة اتزان ما بين الحامض الضعيف والملح مالته أثناء وجوده في المذيب اللي هو مثل الماء. على مود نقدر نفهم شلون نشتغل قانون لحساب البي اتش مال البفر، راح نجي نتعامل ويا الحامض الضعيف، احد مكونات البفر اللي هو الحامض الضعيف. فهنا نقول ال كي اي يساوي اتش بلس في اي ماينس على اتش اي. فهنا شنو عندنا؟ ال اتش بلس يساوي كي اي في اتش اي على اي ماينس، اتش بلس يساوي KB في HA على A minus، ال H plus يساوي KB في acid على salt. نحن نأخذ ناقص لوغارتم ذن الطرفين، مال هذه ما بعد كلمة or، نقول ناقص لوغارتم H يساوي ناقص لوغارتم KA ناقص لوغارتم الحامض على الملح، ونقدر من عندها بعدين نطلع قيمة pH يساوي pKa زائدا لوغارتم الملح على الحامض. نحن ناخذ اكزامبل 1 او مثال calculate the pH، احسب ال pH لما يكون عندك الحجم هو لتر من محلول مائي بتركيز او بقيمة 6 غرام من الحامض والوزن الجزيئي 60.5 ووزن 8.2 غرام والوزن الجزيئي 82. هنا الموضوع يعني اول شيء راح نحسب قيمه بي كي اي ناقص لوغارتم كي اي، بعدين نطبق القانون مالتنا اللي هو البي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغارتم تركيز الملح على الحامض. نقدر هنا هو التركيز هو عدد مولات على الحجم، الحجم هنا هو ثابت نفسه، فنقدر نقول عدد مولات على عدد مولات، وبالتالي وزن على وزن جزيئي بالبسط ووزن على وزن جزيئي بالمقام، ف 8.2 على 8.05 على بالمقام بالبسط، والمقام 6 على 60.05، وبالتالي بعدين نحن نقدر نحسب ال pH. ال pH طلعت هنا 4.7، ال pH في وسط حامضي لان هو اساسا جاي من حامض ضعيف وملح. راح ناخذ هذا المثال اللي هو من يكون عندنا هنا هسه 50 مل من 0.1 normal acetic acid و 0.2 normal NaOH. هذني خلينا نقول احنا نمزجها بشكل معين. نحسب ال pH، نريد نحسب ال pH بحالتين، حالة اللي هي نسميها before reaction قبل التفاعل، وحالة اللي هي تكون ما بعد التفاعل. طبعا احنا قبل التفاعل عندنا 50 مل نضربها في 0.1 يساوي 5 غرام ملي إكوفلنت، أو نسمي عدد الملي إكوفلنت للحامض، وعندنا 10 في 0.2 2 ملي غرام 2 غرام ملي إكوفلنت of NaOH. إذا نحن عملية مزج ما بين 5 غرام ملي إكوفلنت، يعني صار عندنا 5 ملي إكوفلنت من الحامض و5 ملي إكوفلنت من القاعدة. هنا لكم نقطة مهمة، لو كان ذني متساويين ال NaOH وال CH3CO2، يعني اثنيناتهم مثلا 5، فبيجي حالة راح يكون عندنا حامض ضعيف
وقاعدة قوية بنسب متكافئة. الحين تج عندنا ملح متكون من قاعدة قوية وحامض ضعيف. لو كان الـ NaOH هو اللي أكثر من الحامض، لح تكون هنا الحسابات فقط للمتبقي من القاعدة. لكن هاي الحالة بالذات هي حالة مهمة، اللي يكون بيها نسبة الملي إكوفلنت للحامض أعلى من القاعدة. فحنشوف شلون هذه حيصير بيها مثل ما قلنا احنا ناتج المزج، او نقول افتر رياكشن، افتر بعد المزج، رح نتوقع انه النتيجه النهائيه رح يكون الحامض الضعيف اللي هو كان عدد من المكافئات مالته 5، رح يروح 2 من عدد التفاعل ويا القاعده، رح يبقى عندها 3، ورح يتكون عندنا ملح جاي من حامض ضعيف وقاعده قويه اللي هو حيكون عدد المكافئ مالته 2 ملغرام. اذا بالخلاصه حيكون عندنا مزيج متكون من 2 ملغرام 2 ملي اكوفالنت من الصوديوم اسيتيت و3 ملي اكوفالنت من الاسيتيك اسيد، وبالتالي المحلول الناتج هو محلول بفر متكون من حامض ضعيف اللي هو الاسيتيك اسيد وملح اللي هو ملح الحامض اللي هو CH3C(O)NA. هنا أنا لازم نفهم انه بعد المزج تركيز الحامض ما بقى نفسه 0.1، ولا حتى الحجم بقى نفسه، الحجم صار 60 لان صار مجموع، صار مجموع الاحجام كلها فصار 60. فهنا بيج حاله نحن نجي شلون نحسب تركيز الحامض وتركيز الملح. رح نقسم عدد الملي مكافئات اللي هو 3 على الحجم اللي كله 60 للحامض، وعدد الملي مكافئات الملح اللي هنا 2 على 60، هسه عندنا 0.05 و0.03 رح نطبق القانون بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغاريتم تركيز الملح على الحامض. رح نقسم، رح نقول بي اتش يساوي 4.74 اللي هي بي كي اي زائد لوغاريتم تركيز الملح على الحامض اللي هو 0.033 على 0.05، وبالتالي يطلع عندنا قيمه البي اتش. ننتقل الى موضوع اخر اللي هو ما نسميه احنا بالبفر كاباسيتي. البفر كاباسيتي طبعا البفر له فد ساعه معينه هو يعمل بيها، البفر مو يعمل بساعه مفتوحه من البي اتش، هو له فد مدى بي اتش يعمل بيه. فاحنا شلون مقاومه هذا البفر نكون تنحسب هالاساس. يقول هي number of millimoles of any acid or base that causes 1 milliliter of buffer that undergo 1 unit change in pH. يعني شنو؟ احنا هنا نريد نشوف ايش قد اكو كميه من حامض قوي او قاعده قويه ممكن تضاف الى البفر وتغير مقدار البي اتش من مقدار واحد. The capacity of buffer هنا يقول لك انه capacity buffer تعتمد على تركيز مكونات البفر. عندنا الكباسيتي مال البفر، سعة البفر عند اضافة الحامض القوي هي عدد ملي مولات الحامض المضافة اللي ممكن تغير 1 ملي لتر من البفر اللي تقلل مقدار البي اتش قيمة 1. وسعة البفر عند اضافة القاعدة القوية اللي احنا نسميها بيتا فاليو هي السعة أو هي عدد ملي مولات القاعدة المضافة إلى ملي لتر واحد من البفر ويغير البي اتش بمقدار قيمة واحدة. رح ناخذ هذا المثال اللي هو عن موضوع البفر كاباسيتي. المثال يقول احسب البي اتش بالحالة الاعتيادية واحسب الكاباسيتي عند إضافة حامض قوي. مطينا معلومات عن البفر، يقول هو 12 ملي مول اوف أسيتيك أسيد و البي كي اي 4.74 و 8 ملي مول اوف صوديوم اسيتيت. الحاله اي حاله هي بسيطه، انه بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغاريتم تركيز الملح على الحامض. فهنا البي اتش هو يعني بي كي اي 4.7 زائد لوغاريتم، احنا عندنا هنا ملي مول هنقسمه على الحجم، ف 8 على 100 يعني مثل كانه بدنا نقول عدد المولات على الحجم، او 12 على 100 وعدد المولات على الحجم، اذا حتى لو كان بالملي مول فتختصر الملي مول ويا الملي. فهنا راح تكون البي اتش يساوي 4.56. راح ناخذ الحاله بي اللي هي قلنا حاله البفر كاباسيتي، اللي هي شنو هي؟ قلنا البفر كاباسيتي اذا تضيف حامض راح يقلل البي اتش مقدار وحده واحده. فالبي اتش هي 4.56 تنقصها من 1 يصير 3.56. ف بهيج حالة ايش حنقول؟ بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغاريتم تركيز الملح على الحامض. فحنقول 3.56 يساوي 4.74 زائد لوغاريتم تركيز الملح على الحامض. رح نجي هسه
نطرح 4.7 4.3.5 6 حيصير 1.18. رح ناخذ الجزء السالب من جهه اللوغاريتم، فصار لنا ناقص لوغاريتم تركيز الملح عن حامض يساوي 1.18. رح نقلب الطرفين وبالتالي يروح الاشاره السالبه وناخذ الانتيلوك فيطلع عندنا سي اي على سي اس يساوي 15.1، ومن عندنا هنطلع سي اي يساوي 15.1. على ما نقدر نطلع النسب متكاملة للحامض والملح، رح نجي ناخذ عن حساباتنا بحيث انه عدد الملي مولات الكلي هو يمثل عدد ملي مولات الحامض زائد عدد ملي مولات الملح. يعني هاي قاعدة انه عدد ملي مولات هو ثابت، اذا كان قبل اضافة الحامض او كان بعد الحامض هو نفسه. فاحنا قبلها هو نفسه، 8 زائد 12 هي نفسها تساوي 20. هاي ال 20 هي تمثل 15.1 في عدد مليمولات الملح زائدا عدد مليمولات الملح، لان قلنا احنا اساسا عدد مليمولات الحامض هي 15.1 في عدد مليمولات الملح. رح نسوي طرفين وسطين ونشتغل يعني بالرياضيات. رح نطلع عدد مليمولات الملح هي حتكون تساوي 1.24. عدد مليمولات الملح هي قلت، هي كانت 8 قلت مقدار 1.24 اذا صارت 6.8. رح نطلع الكاباسيتي اللي هي عدد مليمولات الحامض المضاف مقسومة على الحجم الكلي للبفر، و 6.8 تقسيم 100 يطلع 0.068 اللي هو البفر كاباسيتي.